فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا عمل الإنسان فاحشة ثم تاب إلى الله، فهل يعاقب يوم الحساب ويفضح أمام الناس؟ إذا تاب توبة صحيحة وأصلح عمله في بعد ذلك، استقام، إن الله يتوب عليه. وإن كان عنده مال للناس يدفعه لهم، من تمام التوبة إنه يرد المظالم والمسروقات إلى أهلها. نعم. فضيلة الشيخ، لم يجدهم، لم يجد أهلها، يتصدق بها على المحتاجين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.